حرف البيان بدا بهيا عاطرا وعليه من حلل النبوه عنبرا قد سار بين العالمين مباهيا يجلو الظلام وهاديا ومبشرا حرف سقاه الوحي عذب بيانه فغدت به الارواح روضا مزهرا اعجازه طب القلوب دواؤها في تربة الإيمان حل تجذرا لله درك أيها الحرف الذي لما بدا منه الظلام تناثرا في فيضك البراق نفحات إذا حطت بقلب صار ينعن أنظرا نور من الإعجاز في قرآننا هل لا نهلت مفكرا متدبرا يا ليت حرفي كيف ابدا قصتي فالفكر في نور البيان تحيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله موصولا كما وجبا فهو الذي برداء العزه احتجبا الباطن الظاهر الحق الذي عجزت عنه المدارك لما امعن طلبا ثم الصلاه على النور المبين ومن اياته لم تدع افكا ولا كذبا صلى عليه الذي اهداه نور هدى ما هبت الريح من بعد الجنوب صبا أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقتنا اليوم وهي بعنوان البيان في توجيه الخطاب القرآني أيها المشاهدون سأتناول في هذه الحلقة موضوعا مهما من الناحية البلاغية يمثل مفتاحا لفهم المغزى والمعنى هو توجيه الخطاب في القرآن الكريم نزل القرآن الكريم على سيدنا محمد عليه السلام ووجه الله تعالى الخطاب اليه والى غيره فقد خاطب الله الانبياء والذين امنوا واهل الكتاب والذين كفروا والانسان عموما وغير ذلك فما انواع التوجيه الخطابي في القران الكريم وما اسراره الخطاب في القران الكريم اعزائي انواع كثيره فقد خاطب الله نبينا عليه السلام بقوله يا ايها النبي وكذلك خاطب انبياءه باسمائهم يا ادم اسكن ويا عيسى اني رافعك وخاطب المؤمنين يا ايها الذين امنوا وقد توقف العلماء والمفسرون كثيرا عند الخطاب في القران الكريم وقالوا حينما يكون الخطاب عاما ويراد به العموم فهذا واضح وكذلك هو الحال حينما يكون الخطاب خاصا ويراد به الخصوص لكن القضيه البلاغيه تظهر بوضوح اكثر حينما يكون الخطاب عاما ويراد به الخصوص او خاصا ويراد به العموم فمن امثله الخطاب العام الذي يراد به العموم قوله تعالى رزقكم من الطيبات وقوله ثم يميتكم ثم يحييكم وهذا الخطاب لم يخرج عن نطاق اصل الخطاب خطاب العموم ويراد به العموم اي انه موجه لكل الناس فالله من يرزقهم وهو الذي يحييهم وهو يميتهم وكذلك قوله تعالى ان الله لا يظلم الناس شيئا فالخطاب موجه الى الناس جميعا من دون استثناء وكذلك قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ومن امثله الخصوص الذي يراد به الخصوص قوله تعالى لعيسى عليه السلام اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله وقوله تعالى لرسوله محمد عليه السلام يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر هذا خطاب خاص يراد به الخصوص ايضا وقوله تعالى مخاطبا الذين يكنزون الذهب والفضة، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وهذا أنواعه كثيرة في القرآن الكريم، فما جاء على الأصل لا يُسأل عنه، لكن ما جاء على غير الأصل هو الذي يجب أن نتفكر فيه، ومن أمثلة الخطاب الخاص الذي يراد به العموم. قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، فالخطاب هنا أعزائي موجه إلى الرسول لكنه موجه إلى الأمة أيضا، وما جعلنا نحسم بأن الخطاب موجه إلى الأمة الإسلامية قوله طلقتم النساء، فلم ترد مثلا بالقول طلقتا فالخطاب هنا إذا خصوص يراد به العموم، وهذا النوع موجود بكثرة في القرآن الكريم، ومقابل ذلك يأتي الخطاب خاصا بالإفراد ويراد به العموم، نحو قوله تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، فهنا نهي بصيغة المفرد، لكن يراد به العموم. ومثال ذلك أيضا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فكل من يقتدي بنبيه الكريم فيقوم ويتهجد يدخل في حيز هذا الخطاب ومن أمثلة الخطاب الخاص الذي يراد به العموم قوله تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فالخطاب هنا موجه إلى سيدنا محمد فهو من انزل عليه الوحي والتقدير ولو ترى يا محمد اذ وقفوا على النار لرايت من امرهم عجبا وهذا للتفضيع لكن هذا الخطاب موجه ايضا الى امته جميعا او لغير معين بقصد التهويل والتشنيع بحالهم وكذلك قوله تعالى في باب المدح والثناء واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا فالخطاب موجه الى محمد عليه السلام، لكنه ايضا موجه الى كل راء فهو من الاهميه والعظمه على نحو لا يخفى فيه على اي انسان. فإذا رايت ايها الرائي هناك نعيما وملكا كبيرا في الجنه، فظاهر الخطاب خاص، ولكنه في الحقيقه الى غير معين. ومن امثله الابداع البياني في الخطاب قوله تعالى: الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فهل المقصود كل الناس وكيف يخاطب كل الناس كل الناس لكن المتبصر في هذه الايه يدرك ان معنى كلمه الناس الاولى مختلف عن كلمه الناس الثانيه فالقائل في هذه الايه غير المقول له فهناك قائل وهناك مقول له وهناك مرسل وهناك متلق وفق علم اللسانيات فالسياق الذي وردت فيه الايه يجعلنا نفهم قطعيا ان هناك فرقا بين كلمتي الناس الاولى والثانيه والسيره النبويه اعزائي تثبت ذلك فالمقصود بالناس الاولى هو نعيم بن سعيد الثقفي الذي لقي المسلمين العائدين من غزوه احد فقال لهم ان الناس قد جمعوا لكم في سياق موقعه حمراء الاسد وقد اراد من ذلك دب الرعب في قلوبهم. لكن ما النتيجه؟ فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمه من الله وفضل لم يمسسهم سوء واما الناس الثانيه فعنا بهم أبا سفيان وأصحابه، إذا فالناس الأولى وردت بصيغة العموم، لكنها أفادت الخصوص، فالذي قال هو شخص واحد وهو جزء من الناس، فعبر القرآن بالكل عن الجزء، لكن المقصود به الخصوص نعيم بن سعيد الثقفي، أما الناس الثانية فهي جماعة الناس الذين عناهم وهم أبو سفيان وحزبه وأصحابه. الذين جمعوا لمحمد وصحابته من الحديد والسلاح والخيول ليقتلوهم لكن ما الفائده البلاغيه من هذا الخطاب اي لماذا لم يصرح القران الكريم بمن عناهم الاجابه اعزائي المشاهدين ان المسلمين في طريق دعوتهم سيواجهون من يثبطهم ويخوفهم ويضع في طريقهم العراقيل ليثنيهم عن دعوتهم فالمطلوب منهم الا يلتفتوا الى ذلك وان يمضوا في سبيلهم وعدم الافصاح في ذلك او ذكره افاد ان نعيم وامثاله وابا سفيان وحزبه ومن هم في صفه حينها قد يتكررون في طريق المسلمين في كل زمان ومكان لذلك عليهم بتوقع ذلك ومعرفه السبيل الصحيح القويم الذي يسيرون عليه وهو المضي قدما نحو دعوتهم من دون خوف او تردد وحسبهم في ذلك الله وهو وليهم ونعم الوكيل وهذا لفظ عام يراد به الخصوص. ومن الالفاظ الاخرى التي تاتي في هذا السياق اعزائي المشاهدين قوله تعالى: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا: انؤمن كما امن السفهاء فالناس هنا المؤمنين من الناس وللامام الضحاك في هذا السياق قول اخر فقد قال ان المقصود بذلك هو عبد الله بن سلام اليهودي الذي اسلم فالخطاب هنا لمن كانوا منافقين وامنوا وليس لعموم الناس فليس من المعقول ان يكون كل الناس حينها قد امنوا وبحسب الراغب الاصفهاني في تفسيره فان الناس هنا قد يقصد بها الذين فيهم رجاحة عقل وإنسانية فالمقصود آمنوا كما آمن أهل الحكمة ورجاحة العقل ومن يتصفون بالإنسانية وليس المقصود هنا الناس جميعاً وهكذا ينبغي لنا أن نفهم الخطاب في نطاق البيان القرآني وهو موضوع فقهي أيضاً وفي هذا السياق أود أن أشير إلى أن الفقهاء في تفسيرهم الخطاب القراني يعتمدون اعتمادا جوهريا على اللغه وبيانها وبلاغتها ايها المشاهدون ان فهم البيان القراني في نطاق معرفتنا بفلسفه الخطاب وتوجيهه يساعدنا على فهم المقصود بمعاني الايات القرانيه ومغزاها وهذا من شانه ان يضبط امورا اخرى تستند عليها شريعتنا من فقه وتشريع وغيره لذلك فالبلاغه القرانيه دائما ما تكشف عن جوهر المعنى القراني فتضعه في موضعه الصحيح الذي يقود الى الصواب والدقه في اصدار الاحكام وتفسير الايات قال الامام ابن الجوزي رحمه الله مواعظ القران لامراض القلوب شافيه وادله القران لطلب الهدى كافيه اين السالكون طريق السلامه والعافيه ان مواعظ القران تذيب الحديد ان في القران ما يلين الجلاميد لو فهمه الصخر كان به يميد انه للقلوب النيره كل يوم به عيد غير ان الغافل يتلوه ولا يستفيد وقيل من جمع القران متع بعقله اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين الى هنا ناتي الى ختام حلقتنا استودعكم الله اعزائي المشاهدين فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته